أبي عبد الله الصادق عليه السلام التفت إلى رجل قال له أتزور الحسين بكربلاء ترايح إلى زيارة الإمام قال نعم إني أزور الحسين في كل 3 سنين مرة كل 3 سنوات أزور مرة قال يا أيها الرجل لو حدثتكم بحديث عن فضل زيارة أبي عبد الله الحسين لما حج أحدكم بيت الله الحرام صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لو أبين لكم شنو أكو من فضل لزيارة أبي عبد الله الحسين المفترضة لكان كل واحد منكم يحج إلى قبر أبي عبد الله ولا يحج إلى البيت الحرام ما يكون حج شيعي يكون حج جاهلي أذكرها أنا هذه الحج إذا ما بي ولاية ما بي ذكر أهل البيت نعم لما تطوف بالبيت الحرام كما قال قل انفدا بجنان عمير المؤمنين عليا ولي الله عليا ولي الله علي زيارة الحسين عليه السلام بنصوص عديدة جدا كثيرة يعني تنص على أن زيارة الحسين أفضل من الحج والعمرة فبعض توصل إلى حج شرين أجادني أنا ورقلق بكني شرين أجادني ذهب يا رقلق بكني چرا پولا رو میری خرج عربستان میکنی؟ پولا تو خرج عربا نکن تو این روایت دید محرم شدگان اکثرشون گاو و خرم نماز های محمود مسجد الحرام نگو بگو باقه وحش نگاه کن یه مش سگ خوب شغال گرد خیر اولان دور کعبه دارن تواف میکنن دور کعبه دارن تواف میکنن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نأتي إلى أحب الأعمال إلى الله يوم عرفة يوم عرفة من أحلى أمور اللي ممكن الإنسان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هو زيارة الحسين ابن علي الشهيد بكربلاء سلام الله عليه من زار قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة كتب الله له 1000 حجة مليون حجة قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين عليه السلام قبل أهل عرفات يعني ينظر لهم يتوجه لهم نعم يأتي إلى أهل عرفات ثم بعد ما ينظر إلى زوار قبر الحسين يأتي إلى أهل الموقف إذن زوار الحسين هكذا عن أهل البيت بروايات صحيحة أن زوار الحسين عليه السلام أكرم على الله من الوفود على الله يوم عرفة يا صاحب الزمان أنت اليوم في مكة تحج بيت الله ولكن انظر طرفة عين إلى زوار الحسين في هذا اليوم نريد هذا اليوم أن نأخذ ما يعطى للحجاج وزيادة نعم الحج عظيم أنا أعطيك رواية تبين لك العظمة شوف العظمة هذه الرواية عن حذيفة بن منصور قال يا حذيفة كم حججت قال حذيفة حججت 19 مرة الإمام الصادق سلام الله عليه قال أما إنك لو أتممتها 21 حجة إيش قال حتى تكتب لك 21 زيارة للحسين عليه السلام
السند على الإمام الصادق عليه السلام إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار الحسين عليه السلام قبل أهل عرفات. عليه السلام قال: من زار قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة. وفي مشروط يوم عرفة بالمعرفة، زاره عارفا، كتب الله له 1000 حجة مع صلوات الله وسلامه المهدي. الحسين في يوم عرفة كان كمن زار الله في عرشه. شيء غريب، ها غريب، هذه عطية الله عز وجل إلى الحسين. ولهذا ضيوفه في عرفات ومناسك الحج، الله يترك ضيوفه يتوجه إلى زوار الحسين، رحمته سلامه تحيته تشمل زوار الحسين في يوم عرفة، ويخاطبهم استأنفوا العمل، يعني افتحوا صفحة جديدة إلى هذا اليوم، كل ما لكم ذنوب ببركة الحسين أنا غفرتها لكم. ثم يعرج على ضيوفه في عرفات. من أجل هذه الفكرة ومن أجل هذه الفلسفة، وهو أن التواجد عند الحسين يساوي أو لعله أفضل من الحج ويعدل 1000 حجة و1000 عمرة. إن يوم عرفة مذكور في الروايات، وعن جعفر الصادق سلام الله عليه يقول: من زار جدي الحسين في قبره في يوم عرفة كأنما حج بيت الله 100 مرة. وجاء في الرواية: من زار الحسين، حسب مضمون الرواية، يوم عرفة فله 6000 حجة و6000 عمرة. جالس الحجاج تحرم هناك، فإن حجاجا آخرين يحجون إلى بيت آخر من بيوت الله فيه عرش الله، وهو بيت مكث فيه أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فقال الصادق جعفر سلام الله تعالى عليه لمن سأله: أمضيت إلى الحج؟ أرحت إلى عرفة في مكة؟ قال: فاتني الأمر يوم عرفة. لمن؟ إلى الحسين. فقال أبو عبد الله جعفر الصادق: يا هذا، والله ما فاتك من الحج شيء. ليش الله ينظر لزوار عرفة قبل موقف عرفة؟ اسمع، قال لأن في أولئك أبناء زنا، وليس في هؤلاء أبناء زنا. الحج إلى المشاهد هو أعظم عندهم من الحج إلى بيت الله الحرام. الله يقول سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله عز وجل جعل بيته الحرام الذي يقصده الناس ويحجون إليه، وجعل الحج ركنا من أركان الإسلام. لكن الشيعة عندهم أن زيارة المشاهد أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. نعم. مثلا في الكافي الجزء الأول صفحة 324، وفي تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثاني صفحة 16، وسائل الشيعة الحرة العاملي العاشر الجزء العاشر 348، قالوا إن زيارة الحسين تعدل 20 حجة وأفضل من 20 عمرة وحجة زيارة الحسين. نعم. واضح؟ هنا استهانة بهذا الركن العظيم. طيب الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد قتل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنين طويلة، أكثر من 50 سنة. إن الحمد والنعمة لك الملك لا